كافية. طاقة الاسم رقم 8، طبعه ناري، كوكبه زحل، الحجر الكريم الملائم العقيق اليماني. الصورة القرآنية المناسبة هي أعظم صورة في القرآن، وهي صورة البقرة. أنت فتاة تتميزين بأخلاق عالية وصفات حميدة، أمينة وصادقة، سخية وكريمة، تحسنين تدبير الأمور وتسييرها، سريعة التعلم والاستيعاب، مصلحة اجتماعية، ذات رأي صائب وحكيم، تهتمين بمشاكل الآخرين وتقدمين لهم الدعم والمساندة قدر استطاعتك. لديك براعة وإتقان في العمل، موهوبة وفنانة، ذات طموحات عالية، عاطفية ورومانسية، مثالية التفكير، أنيقة المظهر. تحبين لفت الأنظار لك وتسعين دائما للحفاظ على أسرتك وإسعادها. تحملين 3 عناصر في اسمك: عنصر الهواء، وعنصر النار، وعنصر التراب. تسعين دائما لحل مشاكل الآخرين ومساعدتهم، وتؤثرينهم على نفسك، وهذا طبعا يعود عليك بالخير الكثير. لديك صفر في حياتك، أنت إنسانة عملية ومثابرة، لا تعتمدين على الحظ. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل في حياتك الزوجية تجعلك غير مستقرة عاطفيا، وقد تتعرضين للاستغلال من أقرب الناس إليك. عليك بكثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة وسعيدة. والله أعلم، والله الموفق.